طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. صوت مجلس الوزراء الحالي على تحديد 10 من تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة. بيان لمجلس الوزراء قال بأنه صوت خلال جلسته اليوم التي استضاف فيها أعضاء مفوضية الانتخابات على تأجيل الانتخابات المبكرة من 6 من حزيران المقبل إلى 10 من تشرين الأول المقبل. وأضاف المجلس إلى أن القرار جاء بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات إلى مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات لأسباب فنية كما قال. طبعا هو السؤال الأساس في هذه الحلقة اللي نطرحها أو عدة أسئلة نطرحها في هذه الحلقة، ماذا سوف تقدم الانتخابات المبكرة التي تم تأجيلها؟ ماذا سوف تقدم للمواطن العراقي؟ هل هي قادرة على تغيير الوجوه الحاكمة منذ العام 2003 والمسيطر على المشهد السياسي في العراق على هذه الانتخابات؟ هل هي قادرة على تغيير اللعبة السياسية ومن يقوم عليها ويشرف عليها من الأحزاب والكتل السياسية التي خرج عليها ثوار تشرين؟ هل هذه الانتخابات ستفرز حكومة غير طائفية، علما بأن الأحزاب المشاركة فيها هي نفسها التي أسست للطائفية وللمحاصصة في شكل العملية السياسية؟ هل هذه الانتخابات قادرة على الكشف عن قتل المتظاهرين، من قتل المتظاهرين؟ هل هي قادرة على تغيير المعادلة في العراق والميليشيات هي من تسيطر على الوضع في العراق؟ ماذا سوف تقدمه للاقتصاد العراقي المتدهور بسبب الفساد الذي تقوده أحزاب السلطة وتشرف عليه وتتستر على فاعليه؟ هل هي قادرة على فتح ملفات إنسانية كالمغيبين والمعتقلين وموضوع قتلة المتظاهرين كما أشرنا قبل قليل؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم وآرائكم أعزائي المشاهدين حول هذه التساؤلات في ظل تأجيل الانتخابات المبكرة. معنا اتصال، خلونا نقرأ هذه الرسالة. يقول مساء الخير وشكرا لقناتكم الكريمة. يقول بالنسبة للانتخابات كنا نتوقع حتى لو تمت الانتخابات في موعدها فلن يغير شيء، أما الناخب الجديد فهنا أكيد يكون، يقول كما يقول، إيراني أيضا، وتبدأ السرقة والنهب والفساد أكثر وأكثر من ذي قبل. يقول لن يكرس سوى عقود مع شركات ضخمة وهمية وليس شركات حقيقية في محطات الكهرباء وغيرها من العقود الوهمية. يقول سوف تبقى أو يبقى الأشخاص الفاسدون والحرامية وجماعة النهب والسرقة. نعم، طبعا المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجرائها في 6 من شهر تشرين الأول المقبل، يعني الشهر العاشر، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين جليل خلف يوم الأحد 17 كانون الثاني 2021. قرر المجلس بموجب قراره رقم 1 للمحضر الاستثنائي 5 المؤرخ في 17/1/2021، اقترح يوم 16 من تشرين الأول 2021 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة. شو بقى لها؟ خلوها ايش بقى لها شهرا على 22 وتصير انتخابات غير مبكرة، يعني ما بها اي فرق. المفوضية بررت بأن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات جاء نظرا لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، ما يعني بأنه التأجيل جاء خدمة للأحزاب وخدمة للكتل السياسية. جاء في البيان ما يتطلب تمديد
فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية ولضمان نزاهتها وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البيومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به وإكمال كافة الاستعدادات الفنية. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. شلون السلام؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. نعم. بالنسبة للانتخابات أستاذ عمر. نعم. سواء قروها اليوم أو باكر أو بعد باكر أو باكر أو إحنا قام الفائدة. نعم. أخ عبد الرزاق صوتك يقطع. يا ريت تحاول تتصل مرة ثانية لأن صوتك يقطع. هل صوت واضح؟ تمام تفضل. عمر بالنسبة للانتخابات كيف ترجع الانتخابات؟ أو بعد يعني هي الانتخابات معروفة ومكشوفة يعني ما أعتقد واحد يعني يقول الانتخابات هي تجيب نتائج يعني زينة. هي للأحزاب وهي نفس الوجوه راح تدوروها. أستاذ عمار اللي أتمناه من الثوار أن ليش يكون بهاي الانتخابات، لأنه هذه الانتخابات هي أتمنى أن الالتواء أنا أعتذر منك أخي عبد الرزاق لأن الصوت غير واضح. معنا ممتاز من روماني. أخي ممتاز، تم تأجيل الانتخابات المبكرة، ما أعرف شبقة من معنى هذه الانتخابات المبكرة، تأجيلها من حزيران إلى شهر عشرة، وما يعني شهر عشرة إذا دخلنا إذا تشملوها النوب شهرين الجماعة خلص تستحق انتخابات عادية، يعني انتخابات برلمانية عادية. يقول لك لأسباب فنية، وما جاء في البيان هو لي يعني إنهاء عمل التحالفات والكتل السياسية. ما الذي سوف تنتجه هذه الانتخابات؟ هل هناك اختلاف عن الانتخابات السابقة؟ أجلت أو لم تؤجل؟ نعم أخي ممتاز. أستاذ عمر أدري قابل هم كمبيوتر وروسين مسوي لهم هذول شو نسميهم احنا خلل فني، كل كلاوات بكلاوات تتأجل أو ما تتأجل ودعتك ودعت الشعب العراقي كله نفس الشيء. ما أقدر أحكي كلمات وسخة بس مم. يعني احنا حكيناها البارحة وأول بارحة والله نفس الشيء وما يتغير كل شيء. وإذا إجا واحد رئيس وزراء جديد هم راح يجي جوعان ويصير النهب والسرقة والفساد أجد من الأول، وإذا يبقى الكاظمي راح يصير بعد أنقص همينة مثل هسه القتل والسرقة والنهب والخطف يبقى نفس الوضعية. ما يهمهم ما يهمهم خلي يعيشون. هسه الكاظم سوى عقد 40 مليار دولار ويا شركة سنين مع مال نفط، ده يشوف والله بعد شهر وين الأربعين مليار دولار وين تروح؟ للحج الشعبي للإيرانيين والحزب الله في لبنان وغيرهم. يا عيني بين ذيك مفهومة يعني بدون ما واحد يعني بس عيب عليهم يعني عيب عليهم بس سين شيفت الناقص يبقى ناقص. ايه نعم. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك أخي ممتاز من رومانيا. نجاح من الديوانية، تفضل نجاح. نجاح يا ريت تسمعني من التلفون مباشرة وتنص التلفزيون للأخير، الله يخليك. شلونك؟ نص التلفزيون للأخير. شلونك أستاذ عمر؟ أهلا وسهلا بك، تفضل.
أخي نجاح نص التلفزيون للأخير. ألو. نعم أسمعك تفضل. مع الانتخابات هاي مسرحية يضحكون على حالة. هذه الكلاوات هم نفسهم. جنوب ما عندهم مكاتب مال الأحزاب. لا تصور مالتهم. يقول لك أنا أجي على اليمن. خليني والله هنا أنا قاعدين بالجادرية وبالخضرة. وياكلون ويشربون. حتى يجي شهر الحاشر انتخابات ماكو راح يصادف عاشور وصفر همات ماكو وفلوس ماكو واليوم 20 هاي كله قاعد يخدر الناس اللي طرنج بيدهم امه يروح تعال شبسه يوم 10 الانتخابات نعم على الشعب العراقي دمروه مرضوه مرض وراح الى هوسكياج وعاشور وفضالين بذنب السواليف لا راح نعم لا غذاء تريد يصير عندك ولادة تروح منك تجيبك مليون دينار وتروح تاخذ هذول جوني الفقر ولاد الفقر اللي جوني جكشارات ويتونسون على الناس جيد نعم احمد يصلي لنا في الحمزه عمار الحكيم والشيوخ يضرب حجي والتمن انا ما ادري واحد نعم بعرف بغداد نعم ها 77 حافظ بالملي يقول 77 بار بالكراسة نعم نعم أخي نجاح أنا أشكرك نجاح من الديوانية كان معنا معنا اتصال أبو زينب من النجف تفضل أبو زينب أبو زينب تسمعني أبو زينب يبدو أن فقدنا اتصال مع أبو زينب من النجف كان متصلا معنا طبعا في آب أغسطس من العام الماضي 2020 كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي كشف عن أن تكلفة الانتخابات المبكرة ستكون قرابة 300 مليون دولار هذا كان التصريح عندما كانت الانتخابات على أساس تصير في شهر 6 ولكن أجلت فربما أنه المبلغ يرتفع لإجراء هذه الانتخابات ومثل ما استمعنا إلى بعض المتصلين الأخوة المتصلين في هذه الحلقة يقولون أنه الانتخابات لن تفرز سوى نفس الوجوه ونفس الأحزاب ونفس الكتل لن تغير شيئا على الواقع العراقي يعني ما لم تغيره الأحزاب خلال 18 سنة هل تستطيع تغييره في الانتخابات القادمة يمكن الجزم بالجواب بأنه يكون لا كما استمعنا لبعض الأخوة المتصلين طبعا التصريحات الميليشيات وتصريحات الكتل الحزبية على سبيل المثال هاجمت كتلة صادقون النيابية التابعة لميليشيا العصائب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي واعتبرت بأنه أجبر المفوضية على تأجيل الانتخابات المبكرة وقال النائب عن الكتلة أحمد الكناني بأن مفوضية الانتخابات أجبرت أو أجبرت على تأجيل موعد الانتخابات كي يتوغل الكاظمي كما قال في مفاصل الدولة مع كتل شيعية وكتل سنية أخرى للسيطرة على جميع المفاصل الحكومية وبناء دولة عميقة في البلاد كما سماها وفسح المجال أمام الكاظمي لتنظيم صفوف الأحزاب التي تنتمي إليه معنا اتصال محمد من كربلاء تفضل أخي محمد أخي محمد تسمعني تسمع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نتحدث أخي محمد حول تأجيل الانتخابات المبكرة يعني أصبحت من شهر حزيران تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني طبعا من الأسباب تسمعني
تسمع محمد الورد شلون؟ طيب تسمعني يا اخي محمد؟ اسمعك اخوي. نعم. اسمعك. نتحدث عن تأجيل الانتخابات المبكرة من حزيران الى تشرين الثاني الى شهر 10. الحديث التأجيل لانه هناك امور فنية وكذلك ل يعني اعطاء مجال للكتل السياسية لإقامة التحالفات. ماذا بقي من هذه الانتخابات المبكرة؟ ماذا بقي من اسمها؟ حبيبي نعم استاذ محمد تفضل. اسمعك محمد. اسمعك. نعم اسمعك. الله يسلمك المباركة الطيبة. الله يسلمك. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم القناة الحلوة والحضاضة والمباركة اللي تنقل الخبر الصحيح. الله يسلمك. رأيك أخي محمد؟ أنا أعتذر منك أخي محمد من كربلاء لأن الشبكة ضعيفة. معنا اتصال أبو علي من واسط. تفضل أبو علي. أبو علي محمد. ألو سيد حمد. تفضل عيني أبو علي. نعم أسمعك. السلام عليكم عيني. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير لجمهور المعتدين. أهلا وسهلا. صراحة بالنسبة لتأجيل الانتخابات هذه كانت متوقعة طبعا وكنا متوقعين راح يأجلونها لأن حتى تصير تحالفات جديدة. طبعا هي أول شيء لو ملاحظ الانتخابات تصير بعد الزيارة الأربعينية حتى يستغلون المنابر الحسينية والزيارة الأربعينية من صالحهم. هذا يحكينا عن الأحزاب اللي تدعي أنها مشيعة الإمام علي. الأشخاص السنة المحسوبين يمثلون باسمهم أنهم يمثلون هم السنة والأكراد هم يبدون تحالفات جديدة واعتقد السنة يبدون يجرون الكاظمي إلى صفهم حتى يعيدون ترشيحه من جديد مثل ما صار مع علاوي نفس الشيء لأن هم أساساً فقدوا الثقة بالجانب الآخر بالمكون الشيعي. هذا القسم الأول. القسم الثاني التأجيل هم حد الآن أول شيء حتى يكشفون ثوار تشرين منه اللي دخل بالانتخابات وحتى يأكلون أسماءهم حتى تزيد الاغتيالات تزيد الخطف لأن هم الآخر لحظة كانوا يردون يعني حتى من اللي يدخلون بالمكونات يردون العناوين ويردون المرشحين منين يجيبهم يردون صور يعني مو بس تواقيع يردون صور من بطاقة الأحوال المدنية حتى يعرفون هذا الشخص يعني ليا محافظة ليا قضاء وليا ناحية همين. نعم. فهم حتى يقدرون يصطادون الثوار ويرحولهم يا أما يكسبونهم أو يقتلونهم. نعم. وكذلك همين ترى يعني حتى لو ترى محمد استمرت نعم. الانتخابات ما تصير إلا بحل البرلمان لأن هي انتخابات مو يعني مو بعد مجلس تشريعي لا هي لازم يحل. طبعا هو الحل بيدمن يقدر المقتدى والحل بوس يحلونه هم من 62 نعم. نائب أعتقد أو كذا نائب يعني بس هم لحد الآن ما متفقين بيناتهم لأن هم نعم. يردون الاتفاق بيناتهم يصير يردون شنو الخطوة اللي بعد يبدون يشكلون تحالفات بحيث اني انا من ادخل وهو هذا ما جاء في تبرير المفوضيه انه سبب التاجيل بالنص جاء نظرا لانتهاء المده المحدده لتسجيل التحالفات السياسيه ولقله عدد التحالفات المسجله في دائره شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسيه. طيب هذا ما وتشيك يا اخي نعم خلوهم يدخلون العالم ينتخبهم حتى يعني حتى مو مبرر صحيح إن هم نفسهم من البداية من انطى الكاظم ينطى موعد وهم هللوا المفوض قالوا احنا مستعدين وما عندنا اي شيء اخر لكن من قال مقتدى ايه تتأجل هم اجلوا يعني احنا خلينا نقول صريحين استاذ محمد انه اليوم الدولة بيد مقتدى ما حد يقدر له رجال صاحب قوة العفو يعني مو كلمة رجال بس هو مصنف على يعني على الذكورة انه صاحب كلمة ايده طويلة يضرب اي واحد الميليشيات كلهم بيده لا تشوف انهم بعض مرات كل واحد يمشي بكيفهم لا 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 هم الميليشيات اتفقت ضد الشعب فلذلك حتى بتبرير المفوضيه انهم هم اجلوا ما مقنع للشعب لان هم يردون قلت لك يردون هم يتاكدون من اللي يجي يرشح وهم يردون همين تحالفات جديده
وصدق همنا هذا اذا استمر نفس الوضع عليه هم راح تتعجل. ونفس مقتدى اللي قال احنا نشوف يعني سبب مهني احنا نأجل، صدق همنا راح يأجل. نعم. لحد لما يوصلونها تنتهي هذه الفتره كلها تنتهي. لا حتى هم همنا همنا ينتظرون العفو، ينتظرون همنا بايدن من يجي. شنو رؤيته؟ هل مثل رؤيه ترامب ولا تختلف؟ هذا هم جانب سياسي من الكاظمي ومن الاسف المحسوبين على السنه. لكن سواء تشريع موجودين حتى لو ما دخلوا الانتخابات راح ينزلون الشارع ان شاء الله. طبعا هو تأكيدا على كلامك ابو علي، يعني هناك كتل سياسيه تحدثت بانه لن تجري الانتخابات المبكرة في شهر تشرين، يعني في شهر العشرة سوف تؤجل إلى عام 22 يعني تكون انتخابات عادية ليست مبكرة. هم اللي نبيدهم أستاذ محمد، لأن هم أساس البرلمان ما يعني لازم يحل. وصدق إذا الكاظمي يعني مشى بطريق أمريكا يقدر يفرض حالة طوارئ بالبلاد إذا كان وطني، يعني صدق وطني مع أنه الوطنية فقدها، لكن نقول ليت وعسى إذا كان هذه يضرب حالة الطوارئ بهذيك الساعة ويطقهم يطق الجماعة إذا اختلفوا بيناتهم. أبو علي إن شاء الله يختلفون. أبو علي نعم. واحد لزمو من الميليشيات نزلوا الجماعة بالشارع سقطت الدولة. شيء يا يقدر يعلن طوارئ، يقدر يسوي شيء ما يقدر. صدقني أستاذ الكريم، صدقني إحنا يعني نكون واقعيين 100%. نعم. إذا أمريكا رادت الطبقة السياسية هذه تتغير راح يغيرونها. نعم. ونفسه هو نفس الكاظمي يقدر بأسلوب هم نفسهم يضربون سفارتهم أمريكا، يضربونها والجيش الأمريكي ينزل. هذا طبعا موافقة أمريكا، لأن هي أمريكا لو ما تريد تطيح صدام ما طيحت صدام، لأن صدام موجود كان عندهم بدون يسقطون. لكن هي وافقت إيران ووافقت بريطانيا ووافقت فرنسا على إسقاط صدام سقطوا. نعم. لكن نقول الشعب موجود إن شاء الله، وهذه كل نواياهم كلها راح يخيبها ان شاء الله. انا اشكرك ابو علي، اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. معنا ابو زينب من النجف يعاود الاتصال، تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اخويا بالنسبه لي شغله الانتخابات يعني هذه لعبه قذره. هم لو كانوا دول الطبقه السياسيه الحاكمه والاحزاب لو كانوا جادين من البداية، من أول متظاهر طلع وقال إحنا نرفض هاي الطبقة جملة وتفصيلا، هاي الطبقة السياسية الحاكمة وأحزابها القذرة، لكان من 2019 أو بداية 2020 فعلا يسوون انتخابات مبكرة. لكن ظلوا يلعبون على الشعب ويأملون به، لأنه الشعب يصدق كل أكذوبة، وحولوه إلى شهر السادس 2021. والآن يتخذون قرار وبالإجماع، لأول مرة يسوون قرار بالإجماع لتأجيلها إلى شهر العاشر. نعم. وعلى حد تعبيرك أنه شبقى على سنة 2022 يبقى شهرين، شنو قيمتها؟ فإذا ما أصبحت انتخابات مبكرة، هاي واحد. ثانيا حتى يعمقون جذورهم أكثر وأكثر ويدمرون البلد وشعب البلد واقتصاد البلد أكثر وأكثر، ويحولوه إلى أفقر من أفقر دولة أفريقية في العالم. يعني الآن تجي هاي الموازنة المقرر أنه تكون في الشهر العاشر 2020، إلى الآن ما مقرر، إلى الآن يحذفون فقرات ويضيفون فقرات أخرى. آخر فقرة ضافوها دفع ديون كردستان. كردستان من 2003 إلى الآن ما مطيع الحكومة المركزية فلس واحد من صادرات النفط ولا المعابر الحدودية ولا ترانزيت الطائرات، يضحكون عليهم. ورئيس الوزراء يشيل رواتب بنفسه يروح يودي للإقليم، هو لو يفتحي على نفسه رئيس وزراء البلد بأكمله البلد الفيدرالي، يروح هو مثل الخادم الوضيع ويودي فلوس الموظفين لإقليم كردستان. بس مسعود البرزاني وحده حسب التقارير مع الخبراء مو من عندي، قالوا من 2003 إلى الآن بس مسعود البرزاني سارق 600 مليار دولار. طيب الطالبان شقد؟ ذاك شقد؟ وبس في كردستان 850 ألف موظف فضائي
طيب عندنا ايش قد احنا لعب بحكومة المركزية هنا على الشعب ان يقول كلمته ويطلع مظاهرات من يوم غد بالعراق كله. كيف يضحكون عليه هاي الامعات النكرات اللي يجون مباركة امريكا وبريطانيا واسرائيل وتركيا وايران والخليج؟ كيف الشعب ان يتحمل مذلة؟ وشكرا. أنا أشكرك أبو زينب من النجف كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. شاب عراقي خريج صار لي 3 سنوات حالي حال أي شاب عراقي آخر، ما محتاج لا شهادة ولا كل شيء، أشتغل عمالة وعايش والحمد لله بغيرة وشرف. أنا مع المخدة راسي مرتاح، سمعوني رجال فقير يوميته 15,000 بس أنا مع المخدة مرتاح. والله العظيم إذا أكو واحد بيكم ينام مرتاح على المخدة تعرفون شنو يعني؟ بالقرآن أقصها ليده. ما تستحون، ما كافي عاد 15 سنة إجيت أنتو سادتنا الأعزاء سويت ما كافي، ما عب عليكم. لا عاد أنا شاب صار لي 16 سنة 17 سنة من حياتي من طيح الحظ جلابكم سفله ما كافي عاد كلها من وراكم. انا لحد الان لكم انتم مسؤولين على شك وحلم ضاع من حياتي. كل شباب اللي ضاعوا طمرتونا بهاي الشغلات التعبانه انتم مسؤولين عليها، ولكم بيكم خير حاسبون نفسكم يا ولو. كافي عاد احترموا نفسكم، الخير اللي بيكم يروح يكض نفسه ويقعد بالبيت ويصير ادمي لا يبوق الناس الفقره. اهلا بكم من جديد. محمد من كربلاء يعاود الاتصال بنا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يحفظكم استاذ عمر. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. المباركه الطيبه. الله يبارك بك. من كادر ومن مصور ومن صحفي ومن مراسل ومنكم جميعا يا رب. الله يسلمك، الله يحفظك ويخليك. تفضل اخي محمد. اخوي العزيز دول هم ياهل بهم شريف، ياهل بيهم زين، ياهل بيهم نزيه، هم كلهم حرامية وكلهم جو من الخارج بحال البلد، دمروا البلد، نهوا البلد، دمروا الثروة. يعني اليوم أنا بالأخبار أتابع أشوف وزير الصناعة يفتح لي 5 مصانع، زين أنت هسه قربت الانتخابات وفتحت 5 مصانع؟ ما فتحتها العام قبل العام، زين ودمرتوا البلد، نهيت البلد، انتم جبتوا الطائفيه، انتم السياسيين نفسكم، انتم جبتوا الطائفيه، دمرت البلد، نهيت العراق، نهيت الاقتصاد، نهيت ثرواته، الثروه السمكيه انتهت، الزراعه انتهت، النفط انتهى، شنو اللي خليته بالبلد حتى تجي العالم تنتخبكم او تسوون الانتخابات؟ زين شنو يعني هسه المتظاهرين دول حقوقهم وينها؟ الشهداء وينها؟ المغيبين، السجناء، شنو يعني هسه؟ البلد يعني هسه الشعب غير شاف منكم شيء حتى ولا عندكم شريف هو ينتخبهم، وين شريفهم؟ زين؟ يعني استاذ عمر انتم قناتكم والله العظيم جاي تنقل الخبر الصحيح والخبر المضبوط، وبالمناسبه هسه اني الكنترول اتصل بي، الله يبارك فيه ويستر عليكم وعلى قناتكم. اخي محمد. زين؟ اخي محمد. حبيبي ما شنو حبيبي. هم قالوا انتخابات مبكرة هسا أجلوها الشهر 10، شو بقى بيها مبكرة؟ انتخابات مبكرة صار ورا شهرين 3-6 أشهر بالحد الأقصى، هسا تأجل الشهر 10 وهناك حديث راح تصير 2022 تتأجل على السنة الجاية. إيه هم هسا أجلوها والخلوها، هو وين راح ينتخبهم؟ شو هاي المتظاهرين وين حقوقهم؟ المغيبين وين حقوقهم؟ النازحين يعني هسه النازح شنو ذنبه؟ نايم بالخيمه او تعبان والبرد والمطر والصيف والحار، شنو الحصوله منهم؟ زين احنا شنو حصلنا منهم؟ مدمرونا ودمروا البلد، يا حد يطلع ينتخبهم ذولا ويا حد يحدث بطاقته. زين ويا جابهم نفسهم من 2003 لحد الان، يجيبون هذا خلوه هنا جابوا هذا حطوه هنا، جابوا ذاك هناك هذا هيج. زين شنو سوى؟ سوى صناعه؟ سووا استثمار، بنوا جسير، بنوا مدرسة. يعني احنا بال 2021 مدرسة طينية. زين مدرسة طينية واسمها الحضارة.
زين يا استاذ محمد، انتم قناتكم الله يحفظكم ويحفظ قناتكم ويستر عليكم. الله يسلمك ويخليك. انا اشكرك اخي محمد من كربلاء، كان معنا اتصال. علي من النجف، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونكم؟ اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك. تفضل اخي، بس نصلنا التلفزيون للاخير. اخي علي، علي نصلنا التلفزيون للاخير حتى نفتهم عليك. تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع علي من النجف. خلونا نقرأ رسالة واتساب. رسالة يقول: السلام عليكم، تأجيل الانتخابات 4 أشهر أخرى دليل على أن هذه الزمرة الفاسدة من الأحزاب والمفوضية غير المستقلة كما يقول، والتي أعضاؤها من نفس هذه الأحزاب لم يصلوا إلى درجة الاكتفاء من السرقات والنهب طيلة 17 سنة، وكذلك هم حريصون على عدم ضياع مناصبهم ومكاسبهم في الدولة، والكاظمي أداة سهلة في أيديهم يتم التحكم بقراراته من قبلهم. رسالة يقول فيها 300 مليون دولار كلفة الانتخابات، يقول هذا المبلغ إذا يبنون المدن المهدمة من قبل داعش وغيرها من الميليشيات ليش ما يبنوها؟ نعم. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، يريدون ننتخب، والله ما ننتخبهم، خلي يرجعون ولدنا المغيبين. يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا اتصال قبل الاتصال. العراق انباع من سنة 2003، اصحى يا شعب، الانتخابات مهزلة ما دام توجد أحزاب وميليشيات وقحة تابعة إلى إيران، يا شعب طالبوا بحاكم عادل هو الحل الوحيد. صباح مقيم في ألمانيا يقول: تحياتي واحترامي. تحياتي لك أخي صباح. معنا اتصال صلاح من الديوانية، تفضل صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك حبيبي السالم؟ يا أهلا بك، الله يسلمك ويخليك يا حبيب قلبي. الله يسلمك. الانتخابات والسوالف هاي التعبانة، يعني هم من كل عقولهم. نعم أخي صلاح، تسمعني؟ أسمعك حبيبي. يعني هم تفضل. تقول الانتخابات، يا انتخابات صارنا احنا 16 سنة خلصنا بالانتخابات، واحنا شارك اللي اضمنت لك إن مدرسة نموذجية ما انتخابات. احنا بالنسبة لنا محافظات الديوانية شاهد ما عندنا شارع يعني شارع اللي تمشي عليه. نعم، يعني شارع الموت تمه مو شارع. يا انتخابات استاذنا العقيد، وانا في انتخابات ثم شو جايب لون هالكلاوات هاي. نعم زين، يعني رصدوا للانتخابات مبدئيا. مستشار مصطفى الكاظم يتحدث في شهر 8 السنة الماضية، قال الانتخابات نحتاج لها 300 مليون دولار، مبلغ كبير. الو تسمعني أخي صلاح؟ الو أسمعك يا حبيبي. 300 مليون دولار رصدت من أجل الانتخابات. دولار يا حبيبي، إنه أنا نعمل الانتخابات. نعم، مو المواطن أولى بيها مثل ما أنت تفضلت. يعني ال احنا شو محصلين مع الدرس هاي ورث حذر على ورث تقاوم عند الشعب، مجرد لهم هاي بس دعايات. نعم، أنا أشكرك أخي صلاح من الديوانية كان معنا. علي من النجف يعاود الاتصال، تفضل علي إذا تسمعني. نص التلفزيون للأخير، الله يخليك. تفضل، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك، الله يخليك. الله يسلمك. نعم أخي العزيز، يا انتخابات يعني هم نفسيتهم باقين، حتى لو انتخابات شيء رمزي. ألو. نعم أسمعك أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاسدة أحزاب فاسدة، حكمة نعم. العراق من 16 سنة لا خدمات لا ماء لا بنى تحتية لا شوارع. نعم
الله وكيلك. اليوم انا هذا المتصل اللي كان من الديوانيه، اليوم انا طالع من النجف للديوانيه للحمزه فوق من الديوانيه، يعني مركز المدينه، سايد واحد وحوادث يعني، وارواح المواطنين قاعد تروح يوميه بهاي الشوارع الموت. سايد واحد يعني. شنو اللي قدموا؟ ما قدموا شيء، انتخابات هيك يعني، هم نفسيتهم باقين الاحزاب. نعم. يعني هم ماكو تبديل، يعني شيء بدلون، هم قاعد يأخرون ويأخرون، الناس كرهتهم وهسه قاعد يدون يطلعون حيله حتى يبقون جماعتهم ويستحوذون عن الحكم، يعني حتى لو واحد يصعد شريف ما حد يبقي. واحنا ضالين انتخابات وتأجيل، واليوم وباكر وعقبه وماكو فائده، 16 سنه نفس الوجوه ونفس الاحزاب. هم يغيرون الوجوه، هو الحزب نفسه تو يغير وجوه جديده. نعم. ماكو فائده انتخابات هيك يعني، بس اسم. نعم. واحنا ما ظلنا بعد بس غير الله. ونعم بالله. ونعم بالله. تعبنا ويعني ولكنا خطة هاي المحافظات الجنوبيه، الحكم شيعي بس بالاسم، وهي كلها الناس كانت لها الجوع والعطش ولا كهرباء ولا ماء ولا عمل، وكلها عطاله بطاله، الله وكيله. نعم. بس احنا مو بالنجف، النجف الله وكيله، لا شوارع، لا ماء، ناس لحد الان عايشه على التناكر، ماي تنكر ماي يشترون مشترك. نعم. بعد لمن تشتكي ما تعرف لمن تروح بعد. الله المعين. الله المعين. أنا أشكرك أخي علي من النجف، كان معنا. أبو الحسن من بغداد، تفضل أبو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا قناتكم. حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا. والعاملين في القناة الرافدين البطلة. الله يسلمك ويخليك. أخي بالنسبة للانتخابات. نعم. بالنسبة للانتخابات، أولا هم مهيئين نفسهم على الانتخابات، وبالإضافة إلى هذا جايبين أكثر من 2,000,000 إيراني جنسوهم جنسية عراقية في بغداد وكل المحافظات، فهم مهيئين نفسهم أنه يخوضون انتخابات كل الأحزاب، رغم أنه كما قال الأخ قبلي أنه الأحزاب هي نفسها باقية، ولكن بوجوه جديدة، فصار لهم 17 سنة وهاي 18. شنو الخدمات اللي قدموها للشعب العراقي؟ بعدين هم عاشوا على الطائفية بال 2003 ولحد الآن، هذول جوي، أولا جوي خلف الدبابة الأمريكية مو فوق الدبابة، لأن إذا قلناها فوق الدبابة هم شجعان، وإنما هم نعم. أبو الحسن تسمعني؟ فقدنا الاتصال. عبد الرزاق من بابل يعاود الاتصال، تفضل عبد الرزاق. انقطع كذلك عبد الرزاق. اليوم اكو مشكله بالخطوط، خلونا نقرا رسائل واتساب. يقول السلام عليكم، انا ابو جراح من الموصل. اخي ايس من العراق ما عاد يرجع الى رحمه الله. لا ان شاء الله اخي، ولا تياسوا من رحمه الله. يقول السلام عليكم، اني ابو رقيه من ديالى. والله العظيم الانتخابات باطله، والشعب يعني يقول صار 18 سنة ما سووا حل، والحكومة باقي إذا صارت انتخابات، وإذا ما صارت هم باقين. شكرا لقناة الرافدين. يعني حالة يأس وإحباط صراحة لدى الشارع العراقي من تكرار هذه الانتخابات وهذه التكاليف العالية دون نتيجة. يعني إحنا المشاهد الكريم يلمس من كلام المواطن، يقول لك إحنا 18 سنة تحدثوا بي ضربوا أمثلة بسيطة، هي المدرسة والشارع والخدمات مثل ما نشوف بالصور. يعني 18 سنة، هل يصدق واحد بأنه حكومات متعاقبة لم تستطع تعمير؟ يعني شنو هو الشارع، تبليط الشارع مثلا، شنو المشروع؟ يعني هو فد مشروع عملاق تبليط الشارع أو المجاري؟ يعني قابل صارهم 18 سنة الطبقة السياسية ملتهين بغزو الفضاء مثلا، ويطيرون أقمار صناعية، لو يصنعون ريبوت، لو طائرات بدون طيار،
لو وصلوا إلى العالمية في عالم الصحة واللقاحات وإلى آخره من هذه الأمور. يعني حقيقة 18 سنة ومثل ما نشوف بالصور لا شارع براسه خير، بغداد عبارة عن مكب من النفايات، بغداد العاصمة بغداد عبارة عن مكب من النفايات، يعني مع الأسف فوضى، بلد فوضى، بلد كأنه يعني أنت داخل في خرابة، كأنه البلد ما حد عايش به. فهذا هذا اللي يصير، فيأس، حالة يأس وإحباط من هذه الطبقة السياسية اللي ما إجا من وراها غير الخراب والدمار. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل يعاود الاتصال. تفضل عبد الرزاق، تفضل أخي. بالنسبة استاذ عمر اخذها من عدي، اخذها من اخوك. نعم. انت ما يبدا ما نعم. أنا أعتذر منك أخي عبد الرزاق، والله مدى أفتهم عليك شيء. أبو محمد من السماوة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ عمر. عمر يا هلا بيك، حياك الله. تحية لك ولقناتك حياك البطل. الله يا هلا بيك. نحييك أستاذ عمر. إحنا قبل أسبوعين أو ثلاثة أيضا كان عنوان حلقتكم عن الانتخابات ومشاركة. نعم. أيضا بالحلقة في ذاك. نعم. اليوم ها قبل ما يأجلوها الجماعة هسا أجلوها مرة. نعم. ثانية أجلوها. نعم. لشهر. نعم. عشر. نعم. وقلت حضرتك أو المقدم البرنامج ما أذكر بالضبط منه كان معاي. وقلت أنه الانتخابات ما راح تصير وتتأجل، وحتى في شهر العاشر أستاذ عمر ما. نعم. راح تصير انتخابات أبدا. ليش؟ وحتى سنة 22 لأن أكو مخطط، أكو معلومات استخباراتية من الأحزاب. هاي الأمور خلي الناس لا تصدق بالقضايا اللي تطلع بالإعلام. عندهم مشروع جديد أستاذ عمر، هذا كله شكل ظاهر للناس إنه إحنا بنعمل بالانتخابات وكذا، وكانوا بالبداية إذا تذكر إنهم مستعجلين على الانتخابات، وهسه غيروا نغمتهم قالوا لا إحنا مع التأجيل. شنو السبب؟ السبب إنه عندهم مشروع جديد إنه يردون يستولون على السلطة استيلاء في خضم الأحداث السياسية والعسكرية اللي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والأحداث الدول المجاورة للعراق. عندهم هيجي نية. شنو مشروعهم أبو محمد؟ شنو مشروعهم؟ نعم. شنو المشروع؟ مشروعهم هو الاستيلاء على السلطة. مو ما يريدون انتخابات، يدرون بالفسهم وراح يفشلون بالانتخابات، لأن القاعدة الجماهيرية عندهم هنا انتهت. عرفوا نفسهم ما راح حتى يسلمون البطاقة البايومترية. ما حد يعني تقصد الميليشيات؟ الميليشيات؟ نعم الميليشيات أستاذ، لأن هي اللي يحكم هو فعليا هسه الميليشيات. بالضبط. هم اللي أو ما يسمى بمحور المماتعة والمقاولة، هذا من فيهن إحنا من عنده. هم دول اللي يحكمون العراق هسه حاليا. نعم. أستاذ الديمقراطية يراد لها بلد مستقر من ناحية سياسية والناحية العسكرية الأجواء الانتخابية تكون مثالية، وضع اقتصادي مستقر، ما عندك مشاكل ويا الدول المجاورة، ما عندك أعداء، ما عندك تحالفات مع غير حلفاء وتخندق معسكر فلاني والمعسكر الفلاني. فمثل الديمقراطية هم وصلوا لمرحلة أنه فشلت بالعراق وما تنجح، لذلك عندهم نية وعندهم مشروع جديد وهو مشروع الاستيلاء على السلطة والصراع بادي، ويريدون يزيحون أي شخصية هي موالية لأمريكا ومحور إيران. وطبعا احنا ذكرنا حتى بالحلقات. نعم. السابقة انه هم اخذوا منح إيران بتأسيس قوة عسكرية موازية اللي هي ميليشيات الحشد الشعبي. مثل ما سووا بالحرس الثوري في. نعم. إيران، هذا هو راح يستندون عليه في عملية السيطرة على الشارع العراقي وعملية الاستيلاء. نعم. راح يبتدعون أمور ثانية وقصص أخرى يقنعون بها قواعدهم الجماهيرية أو الشعب، أو يحاولون يقمعون الناس المناوئة لهم أو المعارضة. نعم. لسلطتهم. نعم. نعم أنا أشكرك أخي أبو محمد من
السماوة رسالة. السلام عليكم أخي العزيز، والله عيب عليهم السرقة وأحلامنا ذول الأحزاب، أحزاب الغدر، حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة يقول: السلام عليكم قناة الرافدين، العزيز أستاذ عمر، اللي قبل الكاظمي سوى حتى يسوي الكاظمي كلهم حرامين والسراق، الله ياخذ حق الشعب، شعب العراق، فاتن من ألمانيا. رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم قناة الرافدين، الناطق باسم الشعب المظلوم، يقول هي هاي الانتخابات بشهر العاشر ويسموها مبكرة، هذه مهزلة من مهازل مسرحية هذه الحكومة الفاسدة، ماكو فايدة أستاذ عمر، وعلى الشعب الخروج بمظاهرات عارمة ابتداء من يوم غد لإيقاف هذه المهزلة والضحك على الشعب. نعم. الرسالة يقول: السلام عليكم أخي الكريم، ما أريد أحبطكم ولكن العراق انتهى سنة 2003 وما راح يرجع إلا إذا حرر من هذه الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال، وشكرا، محبكم عراقي من عمان. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.